واحد الاستاذ سي مصطفى المصيري في الدورة التكوينية اللي الموضوع ديالها لا يقل أهمية عن المواضيع ديال الدورتين السابقتين، نظام المعلومات لتدبير الأمور البشرية ولا المنازعات القضائية. موضوع تدبير الأملاك العقارية للجامعات المحلية هو موضوع مهم ومهم بزاف، وكما قال السي عبد الله يعني لا يمكن الحديث بتاتا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية إلى ما ذلك بالنسبة للجامعات دون توفر على رصيد عقاري لدى الجامعات. فالوعاء العقاري يعتبر يعني مكون مهم في تدبير الشأن المحلي ديال الجامعات. وكما تعلمون الجامعات المحلية لا تجوزها الموارد المالية، هناك شركاء مؤسساتيين، هناك منظمات دولية وما إلى ذلك من الممولين لديهم يعني جاهزية للدخول في الشراكات مع الجامعات المحلية، ولكن حتى الاتفاقيات ديال الشراكة ما بين الجامعات والوزارات لا بد من توفر أمرين مهمين. أولهما الدراسة التقنية، أي مشروع كيتنجز ولا بد يكون كيتوفر على دراسة تقنية. والثاني وهو الأهم، لا بد يكون وعاء عقاري. ما كانش الجوج لا يمكن الحديث على برامج اتفاقية شراكة ودخول في شراكة مع شي جهة أيا كانت لتنفيذ المشاريع. وكما قلت التدبير ديال الأملاك العقارية مهم ومهم بزاف. وبالأمس في إطار الدورة العادية ديال الشهر الماضي ديال المجلس الجماعي تناول المجلس 15 ديال النقطة، فيهم أغلبية ديالهم تتمحور حول تدبير الأملاك العقارية. والحالة اللي وردات البارح في جدول الأعمال ديال المجلس فيها تقريبا جميع الحالات، ليس جميع ولكن أغلب الحالات اللي يمكن نطرقوا لها، واللي السي مصطفى إن شاء الله مدعو يعني تقديم التوضيحات وتفاصيل أكثر حولها. تطرقنا البارح للاختلاف، تطرقنا الكرة لإقامة بناء، تطرقنا لاستخراج الملك الخاص من الملك العام، وتطرقنا وهذا لأول مرة في هذه الجماعة، هذه أول مرة في تاريخ الجماعة، المسألة ديال الترتيب واحد العقار خاص ضمن الأملاك الجماعية العامة، يعني حالة سابقة في تاريخ ديال الجماعة. واللي مرة أخرى أدعو السي مصطفى لتمويل السادة الأطراف ديال الجماعة حول هذه الأمور كلها اللي هي جديدة بالنسبة لنا. أيضا هناك يعني مثلا مسألة ديال استخراج الملك الخاص من الملك العام والإشكاليات اللي كيطرحوا هذا الملف. مثلا أذكر على سبيل المثال أن العقار هو مضمن في تصميم التهيئة العمرانية ديال المدينة على أنه يعني تجهيز عمومي ليكيبمون بوبليك، في حين أن حنا بغينا نستخرج واحد الجزء منه للملك الخاص. يعني مسطرة هنا شوية شوية معقدة. أيضا كما قلت إعادة الترتيب، هناك أيضا إعادة تخصيص يعني واحد المجموعة ديال التعاملات اللي مرتبطة بهذا الملف هذا، واللي إن شاء الله في أحرى هذه الأيام الثلاثة
أكيد أن السي مصطفى يعطينا معلومات كافية حول هذه الملفات كلها. ومرة أخرى باسمكم جميعا كنشكر السي مصطفى ونتمنى له إقامة طيبة في مدينة زنجبار.